يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط في التورية؟ فهناك كثير من الناس يستخدمها بدون إكراه أو حاجة. التورية هي أن يظهر كلاما لا يقصد معناه، وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يريد بها التخلص من ظالم، يريد بها التخلص من ظالم، هذه لا بأس بها. النوع الثاني أن يريد أن يظلم الناس، يأخذ أمواله بالتورية، هذه حرام لا شك. الثالث أن لا يكون ظالما ولا مظلوما، هذه فيها خلاف، العلماء يجيز وبعضهم يمنع منها.